بعدما كانت تعرف بنشاط تربية الماشية، ها هي ولاية الجلفة تخطو خطوات كبيرة في إنتاج الحبوب، خاصة بعد توسيع مساحات السقي التكميلي بفضل سياسة الدعم التي وجهتها الدولة لهذه الشعبة. أصبحت ولايتنا بها مساحات مسقية تاع حبوب يفوق 21500 هكتار في السنوات الأخيرة، وهذا راجع بالأساس إلى اعتماد الفلاحين على السقي التكميلي قصد تحقيق مسعانا في مضاعفة أو رفع المساحات المسقية بالولاية. قرار مجلس الوزراء برفع سعر شراء محاصيل الحبوب من الفلاحين مباشرة يعتبره فلاحو الجلفة بالمحفز لتطوير نشاطاتهم وتحسين المنتوج كما ونوعا. القرار تاع رئيس الجمهورية ثمنوا احنا في رفع التسعيرة بعد ما كان السعر تاع 450 القمح الصلب رجع ب 600، قرر نثمنوه ياسر ويزيد يحفزنا على زيد من نبذل مجهودات اكثر في الانتاج منتج الحبوب. هذه نسبه 30% قادره تكون متسع في الحيز المادي وفي الاستراحه نتاع الماديه للفلاح بحد ذاته. الاشواط التي قطعتها ولايه الجلفه في شعبه الحبوب جاءت نتيجه لجهود الفلاحين في الميدان، إضافة إلى سياسات الدعم والمرافقة من قبل الهيئات المختصة، نتائج ينتظر تحقيقها في العديد من الولايات بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي في هذه الشعبة.